بالعودة إلى تمديد عمل أصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعي من بغداد السيد عدي عواد عضو مجلس النواب. مرحبا بك سيد عدي. ماذا يفهم من استمرار أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين بعملهم حتى 24 من تشرين الأول المقبل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية رحب بك جميع الأخوة المستمعين والمشاهدين. أهلا بك. طبعا هو قضية تمديد الدرجات الخاصة موضوع مو جديد، يعني بصراحة هو كنا متوقعينه بسبب الإجراءات البطيئة وسبب البيروقراطية والتداخلات الكتل السياسية، وليكون واضح أيضا ودقيق بسبب ضعف أداء رئيس وزراء. رئيس وزراء ما أعرف، يعني احنا أكثر مرة نوهنا أنه رئيس وزراء يعمل في أو شكل حكومة تقليدية في زمن غير تقليدي. طيب. الوضع بصورة عامة متسارع، والحاجة إلى حل تراكمات الحكومات السابقة يجب أن يكون بوتيرة أسرع، ومن ضمنها هي قضية الدرجات الخاصة، باعتبار كم عدد كبير من الدرجات الخاصة، عدد كبير من المدراء العامين، عدد كبير من الوكلاء، أكثر يعني تقريبا بالمئات المكانات اللي اليوم تعمل بالوكالة، واليوم دخلوا يعني بصراحة اليوم هو من جزء من المشاكل اللي دخل بيها. هو اليوم 1/7 هو اغلب اليوم المناصب اليوم قاعده، يعني طيب. انا رحت زرت وزاره النفط مثلا، وزاره الكهرباء، كثير من المناصب عدي. اللي تعمل بالوكاله اليوم انسحب من عندها الوضع الدستوري او الصلاحيات الاداريه والماليه، وبالتالي طيب. اصبح عملهم غير دستوري باعتبار قانون الموازنه. قرار توجيه سيد عدي كما ذكر في البيان جاء باعتماده على القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والذي يمدد الفترة الزمنية لحسم هذا الملف. هل يمكن لرئيس وزراء أن يعتمد على القراءة الأولى قبل أن يقر قراءة ثانية؟ ألا يعتبر هذا مخالفة؟ لا طبعا مخالفة، يعني هو شلون يعتمد على القراءة؟ هي بعدها قانون في طور التشريع، احتمال يصوت عليه واحتمال ما يصوت عليه، احتمال انه مجلس النواب يرفض، بالتالي انه اعتماد على تشريع سوف يصدر امر مو صحيح وغير دستوري. لذلك هم بصراحه ما عندهم حل، يعني حل الموجود اغلب الحلول الموجوده والمطروحه هي حلول مخالفه للدستور ومخالفه للقانون. يعني قانون الموازنه كان واضح. طيب. هو لو كان من البدايه، شوف هذا عدم التخطيط وعدم الدرايه بمجريات، هي ظاهر الامور في الحكومة مذبوبة على الله، وين ما توصل الله كريم. والدليل على ذلك هم المفروض يدرون من بداية تشريع الموازنة المفروض هناك يعني دراية وتخطيط للمستقبل، انه ما راح الحق من 1/6 المفروض يدرك انه راح الوقت ما يكون صالح، المفروض على الاقل يروح للطعن، بس المفروض هو يطعن. يعني اجى قانون الموازنة، إذا كنت أنت ما تدري وما تقدر، ليش أقول لك؟ هي الأمور بصراحة أمور تبعث على عدم الاطمئنان، وتدل على أن الحكومة تعمل بطريقة ذبها على الله والله كريم، يعني نعمة بالله. لكن أكيد الحكومة يجب أن تكون لها استراتيجية، وتكون لها عملية تخطيط للمستقبل وعملية تدارك أي مخاطر. اليوم هو دخل بالفراغ الدستوري والقانوني، واغلب اليوم مدراء عامين حاطين على خده، ما عنده اي صلاحيه، والاتصالات طيب. بالامانه العامه والدائره القانونيه مجلس الوزراء يطالبونها بحلول، ما عنده حلول، يعني مين طيب. يجيب حلول؟ بالانتقال التشريع القانوني يصير او ما يصير. بالانتقال الى موضوع اخر ربما ايضا مرتبط برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه، لكن هذه المره يعني ربما يكون قرار جيد، يعني ربما يحاول ان يصحح المسار الذي واجه تحديات وعرقلة في رئاسة الوزراء. أصدر أمرا ديوانيا قبل قليل بأنه يجب إغلاق جميع المقرات غير الرسمية لفصائل الحشد وتوحيدها بعيدا عن مسمياتها باسم واحد فقط، هو مؤسسة الحشد الشعبي، وكذلك يمنح رتب وأسماء خاصة بهم في هذا التنظيم الجديد. من يعارض هذا التنظيم بإمكانه فقط أن يعمل سياسيا، أليست هذه قوة نقطة لرئيس الوزراء؟ والله هو بصراحة شوف أنا أقول لك، هو أي عملية تقوم بها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة وتوحيد اليوم مع الأسف بعض الخارجين على القانون يستغلون اسم الحشد
ويمارسون بعض الأعمال التي ضد الدولة وضد بناء الحكومة وضد توجهات الحكومة. أنا أعتقد أنه يعني إيجاد آلية للتعامل مع هكذا مقرات، طبعا بأكثر من مرة. الحشد أيضا لديه مجموعة من الأعمال اللي قام بها وسد بها كثير من المقرات، واعتقل بعض اللي كانوا يدعون انتمائهم للحشد. أعتقد هذه الخطوة الحكومة يعني لا بأس بها وجيدة، لكن تحتاج إلى من يتابعها. هل هناك إمكانية لتنفيذها يطبقها؟ سيد عدي، زمن العبادي أيضا صدر هيك. نعم، هل هناك إمكانية لتنفيذها، لتنفيذ هذا القرار؟ والله واكم كان يعني ليش ماكو بصراحه. هو هذا مطلب للحشد يعني قبل لا يكون مطلب الحكومه. الحشد اكثر مره طلب بغلق المقرات الغير رسميه وتوحيد المسميات، يعني هو كله هي هيئه حشد. مثل ما هو الشرطه الاتحاديه مثلا او وزاره الدفاع كلها جيش العراقي، ايضا هذول المفروض الالويه كلها تابعه الى الحشد. اسماء الالويه بالارقام، المهم يعني اسم واحد هو يعمل تحت مسمى حشد الشعبي. طيب، وهذا تقريبا اغلب الالويه الحشد الشعبي ترى مطبقه هذا القانون لكل العلم. لكن قلت لك اكو جهات غير خاضعه للحشد وخارجه عن القانون هي التي تنفرد، واكيد الحكومه يجب ان تكون يعني بصراحه وقرارها متاخر، يجب ان يكون تطبيق هذا في بدايه يعني في وقت مبكر. شكرا لك سيد عدي العواد عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعي من بغداد.